بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بحب إن أنا أعيد على كل الأمهات، كل عام وأنتم طيبين بمناسبة المودر ضخ. وعايزة بالمناسبة دي أقول لكم كلمة عن الأمومة. الأمومة دي حاجة جميلة جدا، دي عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس اللي ربنا وضعها في قلب كل أم من ناحية أولادها وأسرتها. وعلى فكرة كمان مش في الإنسان بس، دي تلاقوها في كل المخلوقات، في الطيور، في الحيوانات. في ربطة الأمومة دي ربطة عميقة وتبتدئ حتى من الحمل، حتى من ساعة ما الجنين يبقى في بطن الأم بتبتدي تتكون بينهم وبين بعض ربطة حب غريزي كده بين الأم وبين أطفالها. ويا فرحة أي أم مثلا لما الدكتور يديها يعمل لها إيكو على الجنين وتشوف بس صورة الجنين وهو في بطنها، ياه هنا بقى من أول هذه اللقطة بتبتدي العلاقة بين الأم وبين أولادها. وأي سعادة لما الأم بتشوف طفلها لأول مرة لما يتولد ويحطوه كده على صدرها، تاخده على صدرها وتشعر بمشاعر خاصة جدا تربطها. لذلك ما بنلاقيش أي تعريف للأمومة أكتر من إنها كلمة مشتقة من كلمة أم. والأم هنا بما كل ما تحمل من مشاعر سامية ورقية جدا، والأمومة دي أسمى المشاعر والعلاقات الإنسانية. يعني هي مجموعة كبيرة جدا من الحب والحنان والعطف والاحتواء وكل ما يشير إلى ما هو جميل وسامي ومرتفع ونقي وقوي. وده كل ده بيظهر في التربية والرعاية والاهتمام اللي الأم بتقدمه لأبنائها بدون مقابل، وتضحي من أجل أبنائها وهي مش مستنية منهم أي حاجة، وكل تبذل كل ما يمكنها من ما هو كل ما هو غالي وكل ما هو نفيس وثمين تقدمه بفرح وبذل وبتضحية. ما عندهاش مانع تقدم أغلى ما عندها في مقابل أن أبنائها يبقوا سعداء ويبقوا كويسين. وربنا وهب الأم نبع فياض من العطف ومن الحنان ما تلاقيهوش في أي حد تاني غير الأم. وكرمها ربنا في الشريعة في الوصايا العشر وقال اكرم أباك وأمك. الأم مدرسة، مدرسة طبيعية كده بيتعلم منها الأبناء السلوكيات والأخلاقيات. وصحيح قال عليها الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أجمل حاجة في خصائص وصفات الأمومة إن الحب اللي بتقدمه الأم حب فياض غير مشروط، فطري كده غريزي من الوجدان والمشاعر الفياضة اللي بتفيض بيها الأم على أبنائها. ممكن قد لا يتدخل فيه العقل أو الضوابط، لكنه فياض. دي أهم ما يميز الأمومة. ويدعم هذا الأمر التضحية، الأم مستعدة أنها تضحي، تضحي براحتها، تضحي بصحتها، تضحي براحتها، تضحي بكل حاجة من أجل أبنائها وهي فرحانة. ولا تنتظر المقابل ولا تنتظر أي أجرة من أبنائها، بل تقدم وهي سعيدة جدا لآخر لحظة. هنا بقى عايز أقول حاجة مهمة في الموضوع، إن الأمومة هي مسؤولية برضو. دي نقطة لازم نفهمها كويس. يعني إيه مسؤولية؟ يعني كون إن الأم تبقى، يعني كون إن في بنت مرتبطة وهتتزوج ترتبط بزوج يبقى عندها أسرة وهتبقى أم، لازم تجهز نفسها لتحمل هذه المسؤولية من غير أي ضجر أو من غير أي تذمر. يعني تبقى مستعدية إنها الشعور الغريزي ده اللي جواها بالأمومة والسعادة والرضا لازم يكون أيضا
في حساب لتحمل المسؤولية اللي هتجيلها جديد بعد ما يبقى عندها أبناء. هنا بقى بوضح حتة استعداد ازاي، يعني يبقى استعداد، عندها استعداد نفسي انها هتقوم بدور، وربما ايضا تحتاج الى مساعدة شريك حياتها الزوج ان هو يساعدها في تحمل هذه المسؤولية والاعباء اللي هتيجي عليها. وايضا في مسؤولية تربية الاولاد وتنشئتهم، برضه هي حاجة مش سهلة، موضوع تربية الأولاد وتنشئتهم على الطريقة السليمة اللي ربنا يقصدها في يعني الأم بتصبغ حياة الأولاد، يعني بتشكل أبنائها بالصورة اللي هي محتاجاها. فلازم الأم يبقى عندها وعي كافي إنها تقوم بهذا الدور في تنشئة وفي تربية الأجيال الجديدة. أكتر ما يحتاجه الأبناء هو المحبة والحنان، دي أهم حاجة تقدمها الأم، خاصة مثلا لما تكون بتهتم إنها بتوكل الأولاد أو بتساعدهم في تحصيل دروسهم أو في الاحتكاك بالأولاد، لازم يشعروا بالحب والحنان في الأم. وأيضا تعليم الأبناء إزاي يهتموا باحتياجاتهم الشخصية، يعني إزاي يهتم بنظافته الشخصية، إزاي يحافظ على صحته، يأكل إيه وما يأكلش إيه، يقضي وقته إزاي، كل الحاجات البسيطة دي الأم بنتعلمها من أمهاتنا. فمهم جدا إن الأم تعلم أطفالها إزاي يعتنوا ويهتموا باحتياجاتهم الشخصية، بس بشرط أنها تقدمها بطريقة تجد القبول لدى الأطفال، يعني الأطفال يستوعبوا هذه الدروس ويستوعبوا هذه التوجيهات والتعليمات من الأم، من غير ما تبقى الأم مثلا عندها عنف أو شدة أو تنتهر الأطفال أو توبخهم بطريقة تضيع ثقتهم في أنفسهم. لأ، لازم الأم تقوم بدور التشجيع وتنمية مواهب الطفل وتعليمه حاجات جديدة وإرشاده إرشادات في حياته، عشان الحاجات دي هو اللي بيعيش بيها بعد كده مدى الحياة. صحيح زي ما الشاعر قال، نقولها تاني، أن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد مبارك، ودايما يا ربي في صحة وفي سلامة، لإلهنا المجد والكرامة للأبد.